لازم نوازن بين شيئين. الشيء الأول اللي الناس طبعا يرعبها هو الخوف، والخوف متأتي من ضعف المعلومة، واحنا الحمد لله المعلومة متوفرة عندنا على مدار الساعة، تحصل المعلومة نحصل على المعلومة من مصدر موثوق من جهات رسمية، وهذا يقلل كثير من الخوف. لكن لا يجب أن لا ننكر أن الخوف موجود، فهذا يؤدي ببعض الأشخاص إن حتى وإن لم يكونوا يعانوا من أمراض نفسية سابقة يؤدي لهم أنه يشعروا بالرهاب بعض الأحيان، وقد بعض الأحيان يصابوا بنوبات الهلع. طبعا كثرة التعرض إلى هذه الأخبار يوصل إلى ما قلت فيهم في تقريركم إلى حالة من الإعياء العاطفي والإعياء النفسي، وإحنا اللي نسميها هذه متلازمة القلق الحاد، اللي بعدين تتحول إلى قلق مستمر وبعض الأحيان تصل إلى الاكتئاب. طبعا لم يحدث خلال فترة العزل القصيرة أن الناس تلجأ إلى الإدمان، لكن وجد أنه من الأشياء اللي يعاني من عندها الأشخاص في فترات بعد العزل أنه يعانوا من شيء يسمى متلازمة ما بعد الصدمة، وبعضهم قد ينتهي بهم الأمر إلى الإدمان.